مرحبا بكم. مع تقدم العالم وتطور التكنولوجيا تظهر اختراعات جديدة لتسهل علينا الأمور اليومية في حياتنا، وفي هذا الفيديو نعرض لكم أحدث هذه الاختراعات. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا أعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، منقل بازلاء. من الخضروات الشهية واللذيذة، ولكن صنعها قد يكون مملا لدى البعض. فكرة أن تقوم بتفصيص كل عود من البازلاء أمر ممل، ولذلك ومن أجل راحتك نقدم لك هذا الاختراع لتفصيص البازلاء. الاختراع يدوية ولا يعمل بالكهرباء، كل ما عليك فعله هو تدوير الآلة لتسهل عملية تحضير الطعام. ثانيا، مقص ذو 10 سكاكين. هذا المقص الرائع يستخدم في العديد من الدول مثل أمريكا، فهو رائع في تقطيع الخضروات وتنظيفه سهل للغاية، فهل تراه مفيدا في المطبخ؟ ثالثا، مقشر السمك. من الأغذية المفيدة جدا للإنسان هي السمك، ولكن يجب تنظيفه جيدا أولا. ولكن تنظيفه ليس بالأمر الهين أبدا، ولذلك نقدم لكم الاختراع الأمثل لتنظيف السمك. فبهذا الاختراع يمكنك تنظيف السمك في المنزل بكل سهولة. رابعا، القطاعة المحترفة. تقطيع الخضروات أثناء طهي الطعام هو الأصعب على الإطلاق. هذه الآلة تقوم بتقطيع كل أنواع الخضروات مثل البطاطس والجزر وغيرها في غضون 5 دقائق فقط، وسوف تجد كل شيء جاهز. خامسا، مفرمة الزبدة. هذا الاختراع أيضا مفيد للبعض، لمن يفضلون استخدام جزءا قليلا من الزبدة بدلا من تقطيعها. سادسا، صندوق قمامة من التيتانيوم. صندوق للقمامة مطور يتحمل كميات كبيرة من القمامة، والتحكم فيه سهل وبسيط للغاية، وتستطيع تفريغه بكل سهولة. سابعا، مناعم اللحم. يمكنك الآن صنع اللحم اللذيذ الذي نتناوله في المطاعم الغالية في المنزل، وباستخدام هذا الاختراع، فهل تجده اختراعا مهما في المطبخ؟ ثامنا، مقشر التفاح. كل ما عليك فعله أن تثبت التفاح على الجهاز، وفي ثواني ستحصل على تفاحة بدون قشرة. هل تفضلون استخدام الماكينة أم تقشرون التفاح بأيديكم المجردة؟ تاسعا، سكاكين دائرية. لتقطيع الخضروات وفرمها بسهولة يمكنك استخدام هذه السكينة العملية، فأصبح تقطيع الخضار مثل البقدونس والشبت والكرفس سهلا من الآن. عاشرا، قشارة ثلاثية. هذه القشارة عملية جدا، فهي تستخدم في تقشير وتنظيف البطاطس والجزر في الوقت ذاته. يراها الكثيرون عملية ومريحة، فما رأيك؟ احدى عشر، الإنسان الآلي للتنظيف. من الأشياء السيئة تراكم الصحون بعد عشاء جميل، ولهذا نقدم لكم هذا الاختراع للطلبة خاصة والمغتربين الذين لا يعرفون تنظيف الصحون. يستطيع هذا الاختراع أن يغسل كل أنواع الصحون والملاعق وغيرها، فهو عملي حقا، فهل ترغب في الحصول على ذلك الاختراع؟ اثنا عشر، المصفاة الجانبية.
هذا الطبق الجانبي يستخدم للحصول على طعام ساخن، وفي الوقت ذاته تستطيع التحكم في تسوية أجزاء مختلفة من الطعام وطهيها جيدا دون التأثر بباقي الطعام. ثلاثة عشر، قطاعة البطيخ. من الفاكهة التي تعتبر صعبة التقطيع هي البطيخ، فمن الآن تقطيع البطيخ سهل جدا باستخدام هذه القطاعة، فهي تسهل التقطيع واستخلاص البطيخ، فهل تجدونها مفيدة؟ أربعة عشر، منظف الأكواب. تستخدم هذه الآلة في مطابخ المطاعم العالمية، واستخدامها بسيط، تضع الكوب على الآلة وتقوم بتنظيفه بنفسها. خمسة عشر، ميزان المطبخ. في بعض وصفات الطعام وزن المقادير هام للغاية لنجاح الوصفة، وهذا الميزان هو الحل المناسب، يستخدم في الصين بكثرة لأهميته وسهولة تخزينه. ستة عشر، إنسان المطبخ الآلي. هذا الاختراع يمكنه تقطيع وفرم كل الخضروات في وقت قليل جدا، فكل ما عليك فعله هو استخدام قوى الشد الخاصة بك. 17. آلة تقطيع البطيخ. هذه الآلة أيضا لتقطيع البطيخ، ولكن بآليات عمل مختلفة، فتحتاج لتقطيع البطيخ لأجزاء ثم تقوم باستخدام الآلة لتقطيعها على شكل مكعبات، فهل هو أفضل أم القطاعة الأولى للبطيخ؟